بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. شاكرين حضور الجميع الذين لكم الدعوة. السلطات الولاية خدمة السيد الوالي المحترم الدكتور محمد بن مالك، وكلاء رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد أحمد بن عراف، والنائب المحترم ياسين كناف، وكذا السلطات الأمنية والإدارية على مستوى ولاية دبقة. شاكرين أيضا حضور مدير جامعة بلدنا واحد الأستاذ البروفيسور السلام ضيف، وكذا رمداء الكليات والمعاهد والرؤساء. شاكرين حضور زملاء المهنة الذين نشكرهم جزيل الشكر والعرفان، ونقول لهم عيد سعيد وكل عام حرية التعبير في الجزائر في مستواها الحقيقي الذي يليق بها للنهوض بمجال الحريات وتحقيق الكثير من المكاسب. وعلى ذكر المكاسب، فقد تمكن المكتب الولائي للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين لنقابة الصحفيين أن يحقق الكثير من المكاسب ربما الاجتماعية والمهنية لزملاء المهنة وللمنتسبين للقطاع في هذه الولاية. أبرم العديد من الاتفاقيات على غرار اتفاقية مع جامعة بلدنا واحد يتكفل فيها المنتمون المنتسبين والمنخرطين والأعضاء من دكاترة وأساتذة لتكوين عدد من الطلبة في اختصاصات مختلفة على غرار العلاقات العامة والاتصال والصحافة المكتوبة والسمع والبصر. أبرم المكتب الولائي للمجلس الوطني الصحفيين الجزائريين اتفاقية ثانية مع المديرية الجهوية لشركة أليونس مع مديرها السيد أكرم مضاح الذي قدم كل التسهيلات والمساعدات التي يستفيد بموجبها المؤمنون من الصحفيين بمركباتهم وسياراتهم وعائلاتهم من تأمينات وتخفيضات معقولة جدا. اتفاقية ثالثة أبرمت مع نقابة الأطباء الخواص التي نشكر فيها أمينها العام الدكتور طبيب المختص شعيب السعودي، وكذا رئيس نقابة الأطباء الخواص خليفة دغال على كل التخفيضات لصالح الصحفيين والمنخرطين لنقابة الصحفيين. اتفاقية ثالثة ونشكر فيها جزيل الشكر مدير الشبيبة والرياضة السيد نزار الخوش على كل التسهيلات والمساعدات التي قدمها للصحفيين والمنخرطين في نقابة الصحفيين للاستفادة من كل المرافق الرياضية والترفيهية في أوقات مختلفة. اتفاقية رابعة أبرمت مع نادي فتي، ونادي يضم طلبة في المستوى الأخلاقي والمستوى العلمي، وهو نادي نيوريان الذي يستفيد بموجوده الطلبة من تكوينات يقدمها إعلاميون دكاترة منتمون لنقابة الصحفيين، فيما تستفيد نقابة الصحفيين من مساهمة هؤلاء الطلبة في التظاهرات والتنظيمات التظاهرات والملتقيات التي تنظمها، وهم موجودون في القاعة مشكورون على كل النشاط والحيوية التي ميزت حضورهم في هذا القاعة منذ الصباح الباكر. وحسب منا من أعضاء مجلس الولاية نضافة في تكريس نقافة التشجيع والتوجيه والمواهب التي ينتجها قسم الإعلام والإتصال في جامعة بلدنا واحد، ارتقينا أن نقيم وننظم مسابقة للصحفي لصحفي المستقبل، اختير لها عنوان مسابقة الطالب الصحفي. هذه السنة اخترنا أن يكون نشاط فعليا على عكس العام الماضي.
النشاط تضمن مسابقة للطلبة، طلبة قسم الإعلام، عرف مشاركة 40 طالبا ومشاركا في الصحافة المكتوبة والإعلام الإلكتروني وتخصص السمع والبصر. المسابقة أشرف على تقييم الأعمال المقدمة أساتذة وتكاترة وإعلاميين منخرطون في نقابة الصحفيين المكتب الولاية للإعلام. نشاط ثاني يضاف إلى نشاط مسابقة الطالب الصحفي وهو ورشات تكوينية أشرف عليها زملاء المهنة من الإذاعة وزملاء المهنة من الصحافة المكتوبة وزملاء المهنة من الإعلام الإلكتروني، وقاموا بتدوين عدد من طلبة قسم الإعلام والاتصال. الشكر فيها لعميدة كلية العلوم الإنسانية الدكتور وقرع على كل التسهيلات التي قدمها لنقابة الصحفيين. اليوم الأخير هو يوم العالمي لحرية التعبير 3 مايو 2023. أردنا أن نختصر في النشاط بالتزامات المهنية لجميع الزملاء والالتزامات المهنية للسلطات الولائية والالتزامات المهنية الإداريين والمسؤولين الحاضرين معنا في هذا اللقاء. وقد برمجنا موضوعا وصناعة خلال الاسم بعنوان صناعة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، يقدمها الدكتور رمزي إن شاء الله بعد قليل. وحتى لا أطيل عليكم، أود فقط أنا نيابة عن كل زملاء المهنة مجلس وطني للصحفيين الجزائريين وكذا مكتب الولاية أن نشكر السيد والي ولاية باتنا على كل التسهيلات المهنية التي يقدمها للصحفيين لبابنا. راجينا أن يؤخذ الطلب المقدم لمصالح بلدية باتنا منذ أكثر من سنة بخصوص الحصول على مقر خاص بنقابة الصحفيين لبابنا، أن يؤخذ بعين الاعتبار والكثير من الاهتمام طرف السيد الوالي ولي بلدنا. في الأخير أود أن أشكر كل أعضاء المكتب الولائي وكذا أعضاء والمخاطين في المجلس الولائي لنقابة الصحفيين على كل المجهودات التي قدموها وبذلوها في سبيل إنجاح هذه التظاهرة التي نرجو من الله أن يريدها علينا بالصحة والعافية والكثير من المهنية والاحترافية. شكرا جزيلا. تتواصلون مع المجتمع، تنورون المجتمع، توجهون المجتمع،
في كل محل مناحي الحياة، وهذه هي المسؤولية الأولى. صناعة المحتوى هي المقصد، هي الهدف. إن كان المأمور والمحتوى هادف سيكون مآله النجاح، مآله الوصول إلى الأذهان وإلى الأفكار ويتقبلها الآخر ويعمل بها. أما إن كان الموضوع أو المضمون خاوي من معناه فمكانه أو مآله الزوال، ولا يجد له آذان أو لا يجد له عقول تتلقاه تتلقاه وتحاول أن تتفاعل معه. المفروض أنني أنا حاولت، هذه قد تحفظ، أنني طلبت من رئيس النقابة للمجلس الصحفيين الجزائريين أن يعفيني من الكلمة، لأن النشاط نشاط ولكنه بإلحاق. يكفي أن أنا كنت أكتفي بكلمته باعتباره وصاحب النشاط هو وزميلاته وزملاءه، وأيضا السيد الوالي باعتباره المسؤول الأول على الولاية، حضوره لا بد أن يقول كلمته في الموضوع وفي محتوى الموضوع. أود تحفظ آخر بأن أتقدم بجزيل الشكر وأقولها بالفخامة لسليمان منيرة الصحفي الذي ينتمي إلى صحيفة الخبر ومن معهم من الصحفية والصحفيين. أولا ترتبنا معهم اتفاقية في ماء الله ومسيرة المغرب. الجميل في الاتفاقية نحن نمضي اتفاقيات مع هيئات ومؤسسات جامعية وطنية أو دولية أو مديرية تنفيذية أو مؤسسات خاصة، ولكن نقولها بصراحة كثيرة هي الاتفاقيات التي تمضى وتبقى حبر على ورق، ما فيه لا يكون هناك تواصل، ما يكونش هناك تفاعل. الذي أسعدني في هذا اللقاء من خلال هذه الجمعية التي تربطنا معها الاتفاقية أنها في احتفالها بهذا اليوم العالمي للصحافة والذي جاء بعنوان فريق التعبير، أنها منذ خلال أسبوع عندما اتصل بي رئيس النقابة بأنه سيقيم نشاطه يوم الثلاثاء، قدم لي ورقة تتمثل في أنهم سيقومون بورشات تكوينية لطالباتنا وطلبتنا المنتمون إلى قسم الإعلام والصحافة، وكان لعمري لهذا هو المراد، لهذا هو المقصود، لأن الصحفي اليوم اللي هو طالب أنت وزميلاتك وزملائك كنتم طلبة وكنتم تتكونوا في الإعلام وأصبحتم إعلاميين، فهكذا تكون متجاوزين خبراتكم، وهذا في بحد ذاته يعطي للطالب أنه هناك من يتكفل به ليس فقط الأستاذ على مستوى المدرج أو قاعة التدريب. فهنا نحيي من لا يشكر الناس لا يشكرك، حييت ونشكرك أنت وزميلاتك وزملائك الذين ينتمون إلى النقابة على هذا الفكر اللي وعلى هذا الجهد. في كلمتك كنت حييت الذين المتعاملين ونحن جزء من هؤلاء المتعاملين، إن شاء الله كلنا في نصب في هدف واحد هو خدمة أبنائنا الطالبات والطلبة على جميع المستويات، وهذه هي مهمتنا، وأيضا على طالباتنا وطلباتنا أن يكونوا منحاحين في طلباتهم باش يفكروا أنفسهم من أجل الحصول على العلم والمعرفة. أكتفي بهذا، شكرا لكم على كرم الاستماع والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. سيدات الفضائيات، السادة الأفاضل، حضور الكريم، كل من اسم وصفة ورفع مقام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن جوائز السعادة المتجدي أن أعرض لكم عن مدى الامتنان، وأنا أستحضر معكم فعاليات هذه الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لفريق الصحافة، وأن أعبر عن خلجات قلبي مشيدة بالدور الذي تلعبه أسر الإعلام في إرساء تعاليم الديمقراطية والمرافقين الأمنيين لكل تطلعات المجتمع واستقرار وتقدم ومسيرة تطلعات المجتمع. إن سجلكم الزهر من خلال ممارساتكم من المتاع ووقوفكم الدائم
إلى جانب المواطن بمهنية وأخلاقية ومراعاة المصالح العليا للوطن، يضاف إلى إنجازكم الرقي في تشكيل صورة ناصعة وبياضة بعيدا عن الأنانية وتوجيه الرأي العام لضوء حي في ظل التحديات الراهنة. ولا يفوتني في هذه المناسبة الطيبة إلا أن أنوه بمجهودكم الجبار ومساهمتكم الفعالة في إيصال المعلومة بأمانة واحترافية، وأشهد لكم مرافقتنا النزيهة في جهود التنمية وتنويركم لنا في تقديم يد المساعدة والتكفل الجيد لاهتمام المواطن في جميع جوانبه لا سيما منها التنموي. سيداتي سادتي، إن من هذه المتاعب مسؤولية مسؤولة عن مرافقة كل التغيرات وإنساء شراكة كفيلة لحقوق المواطن في إعلان نزيه ومحارب يحتل موافق الشرع على أن نلتزم نحن بتسهيل كل المبادرات وتبني كل الإسهامات، ونتعهد أمامك بالارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والصحافة دون إساءة أو تجاوز. وعليه ندعو بهذه المناسبة إلى تضافر الجهود والوقوف بحزم على حماية استقرار مهنتكم والالتزام بكل الضوابط ومراعاة المصلحة العليا للوطن والابتعاد عن قدر الإمكان عن الإضاءة ومواكبة الجهود المبذولة والارتقاء بالرسالة الإعلامية وتقديم النقد البناء بمسؤولية وأمانة في إطار التشريعات والقوانين التي تكفل لكم حرية الرأي والتعبير. بهذه المناسبة الطيبة أزف لكم تحيتنا هنيئا لكم، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بصحة واطمئنان، كل عام الجزائر بخير، وفقنا الله جميعا بما فيه خير بلادنا وشعبنا. عاشت الجزائر الحرة أبيا، المجد والخلود لشهدائنا الحمراء. تحيا الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.